في أعقاب ثورة 25 من يناير، وتحديداً بعد مرور قرابة 6 أشهر، بدأت التحقيقات في أشهر قضية ضد المؤسسات غير الحكومية في مصر والمعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وبعد مرور 10 سنوات تعقب عليها 4 أنظمة حكم، إلا أن التحقيقات في القضية لا تزال جارية، رغم أن القضية بدأت بتوجيه الاتهام لمصريين وأجانب تم حظرهم من السفر، إلى أن عدداً من الحقوقيين المصريين لا يزالون قيد الحظر والتحفظ على الأموال والاستدعاء لجلسات التحقيق. تفاصيل أكثر عن القضية وتطوراتها مع ضيوفي المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أهلاً وسهلاً بحضرتك، وأيضاً المحامي الحقوقي جمال عيد، أهلاً وسهلاً بك أستاذ جمال. أهلاً بك. أستاذ جمال عيد، هبتدي مع حضرتك، ماذا دار بينك وبين قاضي التحقيق الجديد في هذه القضية؟ طبعا يعني كنت شوية يعني ما بين اني مندهش ومبسوط وغضبان. دي أول استدعاء ليا، يعني بعد 10 سنين وشهر يتم استدعائي. من ال10 سنين دول بقالي 5 سنين فعلا احنا رهائن، ممنوعين من السفر، متحافظ على اموالنا، حملات تشهير، اعتداءات في الشارع. في نفس الوقت اللي سمعنا ان في منظمات، يعني احنا مش ضدها، بس عارفين ان هي ولا هي منظمات كانت متهمه ولا ممنوعه من السفر، وبعضها مقرب من السلطه، تم يعني استبعادها دون تحقيق. فجلسه التحقيق بعد 10 سنين، اي حد يقدر يفكر في ده. 10 سنين تشهير ومنع من سفر واعتداءات والتحفظ على الأموال، وجلسة تحقيق ملف ضخم جدا، بيتكلموا على مجتمع مدني وبيتكلموا على تمويل، في حين أنه الحقيقة هو نشاطنا اللي ضد الانتهاكات اللي ارتكبها مبارك واللي ارتكبها المجلس العسكري واللي ارتكبها الإخوان. هل في أقوال جديدة حضرتك قلتها يا أستاذ جمال، هل في أقوال جديدة حضرتك أضفتها أو تهم جديدة حضرتك سمعتها لأول مرة، أدلة أو أسئلة كانت مختلفة بالنسبة ليك وجهت إليك في هذا التحقيق الأخير؟ ده مش الأخير، ده الأول. إحنا قعدنا بالتقريب 3 ساعات، منهم حوالي 2.5 ساعات بنبص في الملف. طبعا اكتشفت إنه في كمية أكاذيب وفبركات هائلة، وفي ورق مش موجود، ورق في الملف مش موجود، سواء اللي احنا مقدمينه في جلسات التحفظ في 2016 او اوراق مثلا المزاعم حوالين الضرائب، في تقارير متعارضه للضرائب، وفي ملفات ورق خاص بينا بينفي ده مش موجود. فهو ما كانش في تحقيق في الحقيقه، هو كان تقريبا اقل من صفحه وسؤال واحد: ايه علاقتك بالشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان؟ قلت له انا المؤسس وانا المسؤول عنها. طب انت اطلعت؟ قلت له على ما تيسر من يعني من ملف حوالي 2000 صفحة أطلع عليه قد إيه؟ طيب أنت جاهز للتحقيق؟ قلت له جاهز. قال لي يوم الأحد تيجي. من الأحد للآن جالي 9 اتصالات تعديل مواعيد وتغييرها واعتذار وتأجيل. ما أعرفش يعني إيه اللي بيتم. اللي عارفه إن إحنا ما زلنا رهائن حتى الآن بسبب أعمالنا في كشف الانتاج. طيب خلينا نروح لأستاذ نجاد البرعي، جلسات التحقيق التي خضعت لها ماذا عنها؟ هل مشابهة لأستاذ جمال عيد أم أن هناك اختلاف؟ لا يعني أنا ما خضعتش في القضية دي، يعني القضية دي أنا خضعت في حاجات تانية، بس في القضية دي كانت جلسة التحقيق الأولى. أيضا أنا كنت محامي في الجزء الأول للقضية اللي هي بتاعت المنظمات الدولية، ودي أول مرة أستاذ، وكنت منعت من السفر 2017 أفتكر يناير، دي أول مرة كنت أستاذ. فأنا سئلت في يعني أنا ما أقدرش طبعا، يعني أنت عارف أن التحقيق الجنائي من الأسرار، فأنا ما أقدرش أقول لك إيه اللي حصل في التحقيق الجنائي سواء أنا كنت متهم أو محامي، لكن أقدر أقول لك إنه. لكن حضرتك بعد انتهاء التحقيقات خرجت بانطباعات قلتها يمكن لبعض المواقع الإخبارية. ما أنا كنت هكمل أهو. هو دار على التحقيق في جملته، دار على محضر تحريات موجود في الوقت، ما تحددتش ايه جالب قد ما بالضبط بصراحه، بس بيسند لي نفس التهم اللي بتسند عموما، من اول تجديد في المعام لتلقي تمويل كذا. بس فانا سالت محضر التحريات، وايضا سالت فيه، قال ان كان في تقريرين، واحد للتهرب الضريبي بيقول ان ما عنديش تهرب، واحد للتهرب الضريبي بعد سنه بيقول عندي تهرب.
فسألني وخرجت لم يوجه اتهام. طيب استاذ نجاد، حضرتك قلت ان التحقيقات في طريقها للانتهاء، هل تقصد ان القضيه باكملها ام الجوله هذه الجوله من التحقيقات؟ لا لا لا، انا القضيه التحقيقات كتحقيقات لابد ان تنتهي، وانا لازلت عند رايي انه ستنتهي هذه التحقيقات، اذا ما كانش الاسبوع ده يمكن الاسبوع الجاي، كان مقدر لها اسبوعين تبقى 3 اسابيع، ستنتهي التحقيقات. لانه اولا لم يبقى في هذه القضيه غير 20 منظمه، واللي انا بعتبر ان القضيه دي اتعملت عشان، يعني القضيه دي اتعملت عشان نوعين، عشان شويه الخواجات اللي في الجزء الاول، وعشان 20 منظمه اللي بيجري استدعاء. لماذا ال 20 منظمه دي؟ لماذا ال 20 منظمه دي تحديدا؟ مع كل التقدير طبعا للاشخاص وللناس، هم دول اللي ورد تقريبا انتقادات ليهم في مذكرات احمد ابو الغيط، هم دول اللي تناولتهم الوزيره اسمها فايزه ابو النجا في شهاداتها قدام التموين، هم دول الاكثر نشاطا بشكل او باخر يعني، وبعدين هم دول الناس زعلانه منهم يعني وجمعوهم على بعض. وبعدين ليه اشمعنى هل الاكثر نشاطا اجتماعيا ولا الاكثر نشاطا؟ طبعا استاذ نجد، الاكثر نشاطا اجتماعيا ولا سياسيا؟ لا انا عايز اقول لك حاجه، هناك منظمات اذا اردت ان تشيري الى حقوق الانسان في مصر هتشيري للمنظمات دي، اتفقتي معاهم، اختلفتي معاهم، زعلتي منهم، اتخانقتي عليهم، هم دول واجهه حقوق الانسان في مصر. ما هو انت عندك الشبكه العربيه، عندك المبادره المصريه، عندك نظره، عندك الـ مركز القشعه في القاهره، عندك اندلس، عندك يعني في الاخر معهد الديمقراطي كذا، في الاخر دول اللي هم ايه تقدري تقولي عليهم يعني لما تتكلم عن حقوق الانسان هم دول، ودول اغلبهم هم المنظمه المصريه لحقوق الانسان، ودول تفرعوا، دول يعني ايه خرجوا من عباءه منظمه المصريه لحقوق الانسان وانتشروا في الارض وعملوا الشغل ده من 2000 ومن هي ايه النقطه تحديدا في حقوق الانسان اللي ممكن تجعل الخصوص يعني تكون في مشاكل ما بين بعض منظمات المجتمع المدني والحكومه السياسيه؟ ايه اللي ممكن يكون 80%؟ بص حضرتك، 80% من المنظمات الحقوقيه لازم ليها مشاكل. هل المنظمات دي بمعنى اخر، هل المنظمات دي اغفلت الدور التنموي للمجتمع المدني وركزت فقط على الدور السياسي؟ احنا شغالين، انا مثلا عن نفسي شغال من 86، ما كانش الدور التنموي بتاع استاذ جمال شغال يمكن من 4 95 يعني في اراوند التسعينات او يمكن قبل كده شويه بعد كده شويه، ما كانش فيه لا دور تنموي، يعني فكره اغفال الدور التنموي. وبعدين المنظمات بتشتغل فيه، في ضمن المنظمات دي منظمه اسمها الحق في السكن بتاع الاستاذ منال السيبي اللي هي عضو مجلس القومي لحقوق الانسان، والسكن ده تنموي وزي الفل. في منظمات بتشتغل في الصحه زي جزء كبير من المبادره المسيحيه لحقوق الشخصيه، عملت مع الدوله قانون الصحي او حاجه بالمعنى ده. فهي بصي خلينا واقعيين، ما هيش منظمه مش بس في مصر، في العالم، في الدول العربيه وفي الدول الافريقيه والاسيويه والبتاع، هتخش في مسائل زي اللي كنا بنتكلم فيها وتنجم. اللي بيعمل يعني اللي بيعمل بس ده في ما ايه؟ يعني فهم للدور، فهم الاهميته، فهم كذا، بس ده مش متوفر في كل وقت ولا في كل عهد. يعني اشتغلنا في عهد رئيس مبارك وكنا بنعمل نفس الدور وما كانوش فاعلين قوي. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه يعني ببساطه، احنا ضحايا خلاف لسنا طرف فيه. القضيه دي بدات لما مصر امريكا قالت هدي 150 مليون دولار لثلاث منظمات اجنبيه امريكيه تعمل في مصر بعد الثوره. الوزيره فايزه ابو النجا طول عمرها عايزه الفلوس دي، وتفاوضت مع الامريكان على انها تعمل وقفيه وتاخد فلوس تعمل وقفيه، ما مشيتش العمليه. فدخلوا في خناقه مع المنظمات الامريكيه، كان صعب يخش مع المنظمات الامريكيه فتبدو العمليه وكانها عداء للولايات المتحده الامريكيه. ففي قلب بقى الزحمه دي قال لك نبص في المجتمع المدني كله. فبصوا في المجتمع المدني كله فدخلنا في قلب هذه الخناقه، يعني احنا دخلنا كمان في خناقه لم نكن اطراف فيها. طيب. الحاجه الثانيه اللي احب اقولها ودي مهمه الناس تعرفها، وجمالي يمكن يكون عارفها وكل اللي راحوا الصلاه، القضيه دي كانت انتهت فعلا 2015، طلبت تحريات جديده في 2016 2015 2016. التحريات اللي انا بسال فيها ليست هي التحريات التي تمت سنه 2011، انا طلب تحريات جديده عني في سنه 2015 او 2016، وطلب تحريات عن جمال وعن الاخرين في نفس الوقت. كمان اتعملت
تهرب ضريبي، وانتهوا ان مفيش تهرب ضريبي بالنسبه لي في 2015 طيب. 2016، فطلب اعاده فتح فالقضيه دي اتحركت تاني 2017. طيب خلينا نروح لاستاذ جمال، استاذ جمال عيد، قبل ما انتقل نعم. للسؤال الاخر، هل لديك اي تعليق على ما قاله الاستاذ نجاد البرعي؟ سواء في القضيه، اسبابها، فتح القضيه، مذكرات احمد ابو الغيط، او اي مما قاله. انا طبعا عايز اقول حاجه اضافه مهمه جدا، انه القضيه دي انا عايز افكر انه فيها كم مخالفات فادحه تستحق انه اللي ارتكبوها يروحوا المحكمه. لما قضاه التحقيق خلال القضيه يطلعوا في مؤتمر صحفي ويشهروا بمنظمات مدنيه مؤتمر صحفي بخصوص تحقيقاتهم، ويطلعوا براءه بعد كده، لما قضاه التحقيق يسمحوا الوزير عدل وفايز ابو النجا يعملوا مؤتمر صحفي بخصوص قضيه شغاله، ويعني دي مخالفات. بعد شويه لما يطلع رئيس الوزراء يقول لن نركع، وبعد شويه اللي هم انا ما عنديش مأزق مع يعني مع مشكله مع اللي هم المتهمين، بس لن نركع، وتاني يوم كانوا في طياره حربيه، وايام المجلس العسكري دي كانت موافقه، مش وزير الطيران المدني، موافقه راس الدوله في الوقت ده، وطلعوا على الطياره. بعد كده لما يعني نتيجه حسابات وكذا، لما يطلعوا براءه ويتقال فيهم قصيده شعر في 2018، ثم باقي شويه المصريين دول اللي هم يبقوا رهاين ونعاقبهم. انا هضرب لحضرتك مثال، احنا ضمن التحريات اللي ضدنا انه المذكور كان عنصر نشط في احداث يناير، يعني ثوره يناير. طب انا هنكر ده؟ هم بيعلنوا عدائهم لثوره يناير، خلاص انتوا اعداء ثوره يناير، وانا شاركت فيها، ان كانت جريمه انا شاركت فيها. طيب انا بتكلم على الملف الحالي والتحقيقات. يا استاذ جمال عيد اسمعني، انا بتكلم على الملف الحالي وما آلت اليه التحقيقات والتصريحات الاخيره، سواء من مصادر حكوميه لم تسميها مدى مصر، او حضرتك او استاذ نجاد البرعي اللي حضرتم التحقيق بالفعل. هنتقل لمصدر حكومي قال لمدى مصر انه هناك توجه بان تغلق القضيه بشكل كامل، لكن حضرتك ليك راي اخر انه هناك نيه لما وصفته انت بالانتقام من المؤسسات الحقوقية المستقلة، لماذا؟ تغلق؟ يعني أي قضية تغلق، بس كيف تغلق وعلى ماذا تغلق؟ ما هو طبعا اللي انتقام من الحقوقيين سواء تغريمهم أموال الشبكة مش طب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، على مدار العشر سنوات حضرتك بتشتغل إيه يا أستاذ جمال عيد؟ يعني بتشتغل إيه حاليا؟ هل حضرتك موقف تماما عن العمل؟ لا تعمل؟ نحن نعمل ولم نتوقف رغم اعتداءات الداخلية ورغم هل تم توفيق الأوضاع طبقا للقانون الجديد واللائحة التنفيذية التي صدرت في يناير 2021؟ نحن ننتظر انتهاء هذه القضية بشكل عادل، مش خلاص متنازلين عن اعتذار الدولة، تنتهي بشكل عادل ثم ننظر للقانون. طيب أستاذ نجاد، في بعض المنظمات تم رفع الحظر عنهم فيما استمرت منظمات أخرى، على أي أساس تمت هذه المعالجة؟ أنا ما أقدرش أتكلم على قاضي تحقيق وقاضي، دي أخذ قرار بده في الآخر. أنا أمام قاضي وأمام تحقيق جنائي، كل المستشارين اللي تولوا الوظيفة في هذه القضية في النهاية هم لهم أصحاب رأي ورجال قانون، والمشكلة اللي بيننا هي مشكلة أوراق ومستندات. كل ما نرجوه، كل ما نطمع فيه أن تنتهي هذه التحقيقات. أنا مختلف شوية مع الأستاذ جمال، أنا رأيي أنها تنتهي، وتنتهي زي ما تنتهي، لأن إحنا كنا اتحبسنا من 10 سنين، كان زماننا نفذنا حكم الحبس وخرجنا. إحنا حضرتك في موقع على الأعراف كده، لا عارفين إحنا أبرياء ولا إحنا مدانين ولا احنا هنسافر ولا احنا هنلبس. احنا 10 سنين في هذه الدوامه، الناس اللي اتحبست يعني الاتهامات دي مش كانت هتقعدنا 10 سنين، كان زماننا خلاص وسافرنا وروحنا وجينا وانتهت حياتنا. انا واحد من الناس عندي 66 سنه، انا بحس ان في على الاقل مش 10 سنين، على الاقل من 2015 انا يعني عندي 7 سنين اتسرقوا من حياتي، ما بين تحقيق قضية تعذيب وتحقيق قضية تأويل ومنع السفر، والأستاذ جمال طبعا نفس الحكاية، والأساتذة الزملاء نفس الحكاية. فهي الفكرة الأصلية 10 سنوات يا أستاذ نجاد، من 2011 ل 2021، إيه اللي تغير في سير التحقيقات؟ لا، القضية دي بالنسبة لنا ما حصلش فيها تحقيق، حصل فيها تحقيقات مع الأجانب وغير الأجانب. المصريين
لم يحق. دي أول مرة حضرتك استدعى ولم أتهم، والأستاذ جمال استدعي ولم يتهم وما تسألش أصلا. وأتى زمايلنا اللي أنا حضرت شرفت مهدور معاهم، حضرت مع ناظر حسن، حضرت مع المعهد المصري الديمقراطي الأستاذ حسام علي، حضرت مع كذا، لم توجه لهم اتهامات. بيتسألوا في حضرة التحرير، بيتسألوا في التهرج، وبيقول له أنا هشكل لك. في الحقيقة التحقيقات مضت سهلة وميسرة وفي جو من التعاون وفي جو من التآلف وفي جو من فهم دور المجتمع المدني. أستاذ نجاد، أنا فهمت من كلام حضرتك ومن أستاذ جمال عيد إنه القضية مش سياسية، مش جنائية، ولكن هي سياسية. القضية دي عدى عليها أربعة أنظمة حكم، إيه القاسم المشترك ما بينهم هم الأربعة لاستمرار القضية لمدة 10 سنوات؟ ما فيش حد في مصر هيحب تروح تقول إنسان يا أستاذة، ودي فرصة ذهبية لأنك تمرمطيه في الحاسيب وتراب البلد. مين هيحب؟ يعني مين حضرتك؟ ما هو الأجهزة التنفيذية لا تتغير، الممارسات لم تتغير، لم يتغير أي شيء. فالناس هتحبنا ليه؟ واحد بيقول لهم تعذيب، واحد بيقول لهم مسجونين، واحد بيقول لهم مش عارف إيه، واحدة بتقول لهم الستات فين، والكلام ده. والناس دي صوتها مسموع، مسموع جوه مصر. حضرتك ما حبيت دي بجبتينا، مسموع جوه مصر ومسموع بره مصر. فيحبونا ليه؟ مرسي كان يحبنا بأمارة إيه؟ الوحيد اللي كان بصراحة بيكرهنا، لكن قابلنا الرئيس مبارك بقى الله يرحمه. يعني الباقي كله بقى قال لك الرئيس مبارك مات، هات الناس دي من شعرها. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا عملنا في دخلنا هذا الشغل بعين مفتوح ونحن ندرك المخاطر التي فيه. محدش ضحك عليه، محدش قال لنا ده طريق سهل، وإحنا على استعداد ندفع فيه ثمن كمان. بس إحنا بنقول إيه؟ مصر تستحق في الحقيقة ألا يعني تكون مضغة في أفواه العالم لأسباب لا داعي لها. دفاعنا عن نفسنا هو دفاع عن البلد، دفاعنا عن نفسنا هو دفاع عن السلطة القضائية في هذا البلد، دفاعنا عن نفسنا هو دفاع عن الحكومة في هذا البلد. لا يوجد بلد يسجن مناظير حقوق الإنسان وبعدين يقول أنا بعمل دولة مدنية. طيب أستاذ جمال، في بعض المصادر اللي تحدثت أيضا لموقع مدى مصر وقالت أن بعض الأسماء في حين انتهاء القضية لن يتم رفعها من قوائم السفر، وأن البعض سيواجه على الأرجح اتهامات مالية. ما إمكانية هذا الإجراء؟ يعني في الحقيقة ده بيوضح لما يبقى مسؤول تنفيذي ويقول على اللي هيحصل قضائيا، ده يوضح لحضرتك طبيعة وحقيقة الأمور. ومش قاضي، لو قاضي مش هيتكلم، إنما يخرج تنفيذي ويقول في قضايا هتتعمل وناس هتتمنع. يعني يجي حد بره القضاء يقول ده فضيحة. اللي أقدر أختصرهولك أقول لحضرتك، طول ما النظام يعادي حقوق الإنسان فهيبقى بيعادي اللي بيطالبوا بسيادة القانون وبحقوق الإنسان. وفي الحقيقة لما يبقى يعني نختار الناس وسيادة القانون ولا النظام، الله غالب، مش داخلين في خصومة مع حد، بس اختيارنا واضح من الأول. إحنا مع سيادة القانون ومع حقوق الإنسان وحرية سجناء الرأي. والنظام اللي يقفل مكتبات عامة، النظام اللي يعتدي على معارضيه في الشوارع، طبعا هيسيبهم يسافروا؟ ما هو ده سؤال. يعني الداخلية التي لم اللي رحبوا بعد ثورة يناير بأنهم مبادرات الإصلاح، فقام لما الوضع اتغير فقاموا يعني اللي هم اعتدوا وسجنوا وشهروا باللي كانوا بيستضيفوه. أنا وريت لقاضي التحقيق درع من وزارة الداخلية اللي بعد شوية اللي هم رحبوا وأنا بدربهم درع. وبعد كده هي نفس أفراد، مش هقول إن وزارة الداخلية، أفراد منها هم اللي سرقونا وهم اللي ضربونا وبيشهروا بينا. طب أرجوك أنا يعني نحتفظ نتحفظ على كلام حضرتك، لأنه الطرف الآخر وزارة الداخلية غير موجودة. مسؤولية يا أستاذ، أنا على مسؤولية حضرتك. دائمة الاعتراض أو محاولة مقاطعتي، أنا محامي واعي باللي بقوله. أنا اللي بتكلم حضرتك ده ورق في ملف، وأنا بتكلم على اعتداءات عليا، هتقاطعيني ليه يا أستاذ؟ لا أنا مش بقاطع حضرتك خالص يا أستاذ جمال، أنا بسيب حضرتك تكمل وجهة نظرك، ولكن هناك طرف آخر في القضية غير موجود، فبالتالي ما استطيعش إن أنا أسمح لحضرتك بالغلط فيه. ولكن أستاذ هي بلاغات رسمية وتحيات رسمية ونيابة أثبتتها ونيابة فجأة
وقفت التحقيق. طيب فهو مش كلام، يعني ما بقاش كلام استاذ مرسل. جمال، هل التوجهات الاخيره نحو غلق القضيه والافراج عن عدد من الحقوقيين ليها اي علاقه بضغوط تتعرض لها الاداره المصريه من قبل الخارجيه الامريكيه او الولايات المتحده الامريكيه؟ انا ما اعرفش، انا لو افتش في ضماير انا شايف انه يعني لما يفرج عن، طبعا مع حق كل سجين راي يفرج عنه، بس لما يفرج عن سته من وسط اكتر من 30 ألف محبوس احتياطي ونحو 60 ألف سجين سياسي، ده رقم ما نقدرش ناخده بالاعتبار. ثانيا مسألة تغلق القضية، كيف تغلق حتى هذه اللحظة؟ حتى هذه اللحظة تحقيق واحد في 10 سنين، واللي ما نسمعه انه اللي هيدفع هيعدي، اللي هيشخلل هيعدي. في الحقيقة يعني ده عيب، ده اللي سامعينه وده اللي مخليني ساير دلوقتي، انه الليلة طب انت تدفعوا قرشين وتخلصوا، ده شغل رهاين، ده شغل رهاين. انا ما قلتش القضاء اللي قال كده، انا قلت مسؤولين تنفيذيين سربوا ده، هم نفسهم اللي سربوا الخبر اللي حضرتك قلتيه انه بعضهم هيخلص بس مش هيسافر. طب مسؤولين تنفيذيين قالوا ايه؟ طب يدفعوا قرشين ونخلصهم. دي عداله مصر حضرتك وقضاء سمعت مصر. ده فين او قريته فين؟ ما قريتوش مدى مصر، بس هو وصلني باعتباري جزء من من يعني القضيه. من القضيه، طيب من القضيه دي، وده استاذ اللي نجيب، مخليني سايق مش قابلة كل هنا. طيب استاذ نجاد، الكونجرس الامريكي علق في ديسمبر الماضي 75 مليون دولار من المعونه العسكريه المقدمه لمصر، مشترطا اتخاذ الحكومه اجراءات واضحه للافراج عن سجناء سياسيين وتمكين المحتجزين من الحصول على محاكمه عادله دون ان يمنح الخارجيه الامريكيه حق اعفاء القاهره من ذلك الشرط. هو اشتراط بيحدث للمره الاولى بهذا الشكل، هل نجحت الاداره الامريكيه بذلك بالضغط على الاداره المصريه او الجانب المصري من واقع التحركات الاخيره؟ بص انا هقول لك حاجه، اللي يتصور ان مصر تبني سياستها على 75 مليون دولار ولا 300 مليون دولار ولا بتاع، دي حاجه تقلق من الضحك. انت بتتكلمي على دوله يعني حجم مديونيتها يتجاوز الكلام ده 100,000 مره وبتبني بتاع. ففكره الضغط وبتاع، طبعا انا كراجل سياسيا على الاقل ليس ماديا، سياسيا لا لا لا، انا لا اتصور انه هذه القضيه او اي قضيه ليها علاقه بحقوق الانسان داخل مصر او اي قضيه داخل مصر او اي قضيه حقوقيه في العالم يمكن ان تحلها ضغوط خارجيه. دي عمليه يعني دي زي ما تقولي اشاعه يعني انتشرت والناس اتريحت لها. ال 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 الضغط الخارجي سواء بقى مثلا صحف دوليه، اذاعات، اعضاء في البرلمانات، دول بيدوا ما يمكن تقول دفعه معنويه للناس اللي بتكافح جوه، للناس اللي بتخوض معاركها في الداخل. جايز هل القضيه تحل باقامه علاقه وثيقه ومتكافئه مع الحكومه المصريه وان تؤمن الحكومه انه نشرح للانسان المصريين لا عايزين يبقوا وزراء ولا عايزين يحكموا ولا عايزين يستبدلوها حد. هم كل العمليه عايزين يتعاونوا معاها لمحاوله اعمال حكم الدستور والقانون. ده اللي هيوصل الامور الى كذا، اذا الحكومه ما اقتنعتش بكده احنا رايحين في داهيه ان شاء الله. انما فكره انه امريكان يضغطوا او روس يضغطوا ما فيش، كانوا ضغطوا بورب مسكوا رئيسة الحكومة وحطينها، كانوا ضغطوا في كوريا، كانوا طيب. ضغطوا في بيلاروس. أستاذ نجاد خليني أنتقل لسؤال أخير، أليس من المفترض أن يعاد النظر في قضية التمويل للمؤسسات، التمويل الأجنبي للمؤسسات المدنية في ضوء القانون الجديد؟ قانون طبعا يا فندم، القانون يا أستاذة في قانون صدر، القانون ده أولا صحح أوضاع كل اللي كانوا بيشتغلوا سواء في شركات أو في جمعيات اعتبرهم شرعيين، كل اللي خلاهم يوفقوا اوضاعهم زيهم زي الجمعيات. ادي واحد. اثنين، حط نظام انا بعتبر ان العبره بتطبيقه، لو تطبقوه بروح القانون وبهدفه مش هيبقى فيه مشكله. ثلاثه، العمليه انا طول عمري يا سيدي يقولوا لنا هم عايزين ايه؟ يعني تيجي الحكومه تقول يا اخوانا احنا مش عايزينكم تشتغلوا، نقفل ونروح. كنا يعني القضيه دي ما كانتش السهل ده كله، احنا مش عايزينكم تشتغلوا، يلا امشوا مننا يا جدع، نمشي. انما ال 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 الفكره انه القانون الجديد صلح كتير جدا من الاشياء، وطبعا يعتمد على التنفيذ في الاخر، ممكن يبقى عند القانون كويس والتنفيذ زي الزفت مفيش فايده. فاحنا عندنا بدايه نستطيع ان نبني عليها علاقه اكثر صحيه واكثر ايجابيه مع الحكومه. السؤال، الحكومه موافقه؟
الحكومة عندها استعداد أن تستمع. يعني هي دي الحكومة عندها استعداد تستمع أستاذ نجات، بدليل يا أستاذ جمال عيد أخيرا في هناك استراتيجية حقوق الإنسان اللي كان معلن عنها وكان المقرر الإعلان عنها في منتصف يونيو ثم تأجلت. هل لديكم أي معلومات عن هذه الاستراتيجية أخيرا أستاذ جمال عيد؟ يعني معلوماتي إلى أن يثبت العكس إن أحد يعني الفرقعات الشكلية اللي الدولة دأبت زي موضوع يعني على إطلاقها زي إطلاق على السجون، معرفش الحاجات المجتمعية والسجناء نزلاء، وفي الحقيقة المسمى الاسم المبادرات لا قيمة لها إلا إذا لم تقترن بإرادة سياسية لاحترام سيادة القانون، والنزلاء دول اللي هم سجناء رأي اسمهم كده يفرجوا عنهم، مش يدوهم مسمى مختلف. احنا عندنا موكل حاول ينتحر من سوء المعاملة، حاول ينتحر. ففي الحقيقة أنا هذه المبادرات يعني نتمنى إنها ما تبقاش فرقعات للشو الإعلامي زي ما كده كان بيطلع ناس زي فيلم البريء يدوه أكل السجن والسجنة جوه بيجوعوا. فإحنا نتمنى إنه ده يبقى على الأرض الواقع مبادرات توقف ظاهرة سجناء الرأي وتعلي من سيادة القانون وتوقف الانتهاكات، وإنه النائب العام يبقى نائب عام عن كل المصريين، لأن إحنا بنقدم بلاغات لا ينظر فيها. فبس ده اللي هيحسن حالة حقوق الإنسان، مش حاجات شكلية. أشكرك المحامي الحقوقي جمال عيد وأيضا المحامي الحقوقي نجاد البرعي، شكرا جزيلا للانضمام على شاشة بي بي سي.